مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم في محضري. النهارده جايين مره تاني عشان ندخل لمحضر الله ونستمتع معا بهذا المكان الرائع اللي فيه بنختبر ايد الله القديره وهي بتعمل في حياتنا. محضر الله مش برنامج، ومحضر الله مش اجتماع. محضر الله في كل وقت بتسجد امامه، كل وقت بتدخل لمحضره، في كل وقت بتيجي ترفع قلبك ليه وتصدق ان حضوره بيملى المكان. الله عايز يملى بحضوره حياتك وبيتك. جمع اسرتك النهارده وتعالوا مع بعض ندخل لمحضره، لان هو وحده، هو وحده اللي يقدر يتلامس مع احتياجاتنا، يملا كل احتياج بحسب غناه في المجد. مهما كانت احتياجاتك، مهما كانت ظروفك، مهما كانت الأمور اللي شغلة بالك، النهاردة بدعوك لكي تدخل لمحضره وتستمتع معانا بهذا المكان الرائع وبهذا الحضور المجيد. عنوان حلقتنا النهاردة: في محضره يمسح دموعي. في محضره يمسح دموعي. اختبارات كثير من المؤمنين بتعلمنا أنه في كل مرة بندخل فيها لمحضر الله، هو لوحده بيسمع صرخة القلب الضعيف، هو اللي بيكسر القيد ويتلف النير، هو اللي بجراحه وشفائي أكيد. تعالوا مع بعض نترنم بهذا الإله الرائع ونقول له: مسحت لي دموعي، ضمت لي جروحي، حياتي وروحي سبحة في أعلى سماء. صرخة القلب الضعيف
وحدك يا يسوع وليس سواك بحبك يا يسوع ولا حدش وياك ولا حدش وياك هاليلويا ما فيش زيه وما فيش معاه وما فيش مثله في كل الأرض إله حنان إله رقيق القلب لما راح لقبر العازر رغم أنه عارف أنه هيقيم ولكن بكى يسوع لما شاف النعش ماشي وابن ابن أرملة نايين موجود فيه والحزن مالي المكان ما قدرش يعدي زي ما كان ناس كتير بتعمل لكن وقف ولمس النعش وأقام الميت ومسح الدموع النهاردة رب عايز يقولك أنا أمسح دموعك أنا أمسح دموعك النهاردة الرب بيتكلم مع كل شخص عينيه مليانة بالدموع ساعات كتير قلوبنا بتبقى مليانة بالدموع مش بس عينينا رب النهاردة عايز يمسح دموعك رب النهاردة عايز يرفع أحزانك عارف ليه؟ لأنه من 2000 سنة رفع أحزاننا أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها من 2000 سنة حزن هو عشان يجي اللحظة اللي فيها يمد إيديه الحنانيين ويمسح دموعك ويمسح دموعك في محضره يمسح دموعي يا ترى اختبرت إنك تدخل لمحضر الله وعنيك مليانة بالدموع وقلبك مكسور زي ما كنا بنرنم من الكسرة للنصرة يتحول قلبك المكسور لقلب منتصر وفرحان تتملي بالأمل وتتملي بالرجاء ويمسح السيد الرب كل دمعة من عيونك تعال النهاردة ما تخافش تدخل لي بدموعك بحزنك بتعبك بانكسارك لكن أنا بوعدك صدقني هتخرج من محضره من غير دموع قل له الكلمات اللي جاية قل له بحتاج إليك بجري عليك وتحميني مرت سنين
أجري عليك تخطفني من وادي بكايا، تمسح دموعي وتنسيني كل خطايا. يقول الكتاب عابرين في وادي البكاء، عابرين في وادي بكا، يصيرونه ينبوعا لهم. أنا عايز أقول لك إن وادي البكاء مش مكان للاستقرار، مش مكان للمكوث، لكن وادي البكاء مكان للعبور. مش كده؟ أنا عايزك تصدق النهاردة إنك مش هتفضل في وادي البكاء على طول. هيجي الرب النهاردة ويرفعك ويعبر بيك في وادي البكاء، وهتصير هذا الوادي ينبوع للبركة وينبوع للفرح وينبوع للتعزية وينبوع تشعر فيه بإيد الرب على حياتك. أنا عايزك النهاردة تيجي وتصدق إن هو هيمسح. يقول الكتاب كده: ويمسح السيد الرب كل دمعة من عيونهم. ده مش بس في السماء، لكن نفس الإيد الحنينة ونفس القلب الحنين ونفس الشخص اللي بيحنوا عليك هو اللي هيمد إيده وهيمسح دموعك. هيمسح دموعك في كل ضيقك، بيتضايق معك وبيرسل ملاك حضرته لكي يخلصك. كلمات اللي جاية بتقول له كده، بيقول له المرنم: لا إني لن أختفي عن نورك يا يسوع، لا إني لن أختفي، كفكف عني الدموع. إلهي ليس لي عون سواك، قد ملكت حب قلبي، إنني أبغي عني الدموع.
رب تعالى النهاردة، تعالى رب النهاردة إلمس كل شخص حزين، كل قلب تعبان، تعالى رب النهاردة مدي إيدك الحانية وامسح كل دمعة من عيونا. يا رب أنت ترحم ضعفنا، يا رب أنت مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، يا رب أنت رئيس كهنتنا الأعظم، أنت الذي ترسي لضعفاتنا، ترسي لأتعابنا، ترسي لجروحنا. تعالى رب النهاردة بصلي لكل نفس موجودة النهاردة، تعالى مد إيدك يا رب، مد إيدك وامسح كل دمعة من عيوننا. صلي الكلمات اللي جاية معايا باسم يسوع. ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تبني، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك، أهديك حبي وأهديك
بسمتي ربي أراك أراك دربي وبسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي إلي إليك أرجو سلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك شهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك أمين. بصلي النهاردة إن يكون كلمات الحلقة وترنمها لمست قلبك، وبصلي النهاردة إن تكون نكحة إيد الله القديرة إنها تمسح كل دمعة من عينك. شوفك في حلقة جديدة، تشجع تشدد بالرب، سيبه يلمس حياتك ويمسح دموعك. أشوفك في حلقة جديدة من برنامج في محضري. في محضره